طيب ها آمر. أنا يا أبو مناور ما هانت عليك كلمتك يوم إنك تقول إن المراجل تسايدة. عز الله إن المراجل ما هي بتسايدة لا علي ولا على أبوي، وهذه أربع خرفان الكل واحد منكم خروف، واستروا ما وجهت. كفو كفو يا انطح، كفو يا عامر. والله إنك شيخ ولد شيخ داري. ما دام هذا كلامك ومرجلتك وبيض وجهك، هاجل الجابلة، أنت وأبوك عندنا للعشاء. يا زين هالريحة بشري. اسمعي، مثل ما قلت لك، كل ذبيحة في قدر، ولا تنسين تطبخين الرز بمرقة اللحم. ماني مقصرة يا ابو مناور، بس الحين يوم انك تبي تذبح اربع ذبايح ورا ما وديتنا المطبخ. ها اوديه للمطبخ، ودينا اياه. على الاقل كان خليتني اطبخ واحدة لضيوفك والباقي حطيتهم بالثلاجة، وشولوها الاسراف. ها لا، معاصي والف معاصي. انا بطبخ الاربع كلهم ويشوفونهم الضيوف وغير الضيوف. انا ما بيحدني ينقض علينا، خاف من النقاده. اخ الله يصبرني، الله يصبرني عليك. اقول اطبخي بس وانت ساكته، ولا يكثر حكيت وقرقت، دلع حريم على اخر الزمن. ولدي يا ماجد اسمع، ابيك تصور المفاتيح كلها، ها، ثم ترسلها لقروب الحاره. ابي ابو زيد يشوفها وينقهر لاني ما عزمته. ابشر بسعادتك. اي كفو. يا هلا والله ومسهلا، حياكم الله على كرامه ابو عامر وولد عامر. الله يبارك فيك ويجزاك خير، ولو انك ذابح ذبيحه واحده وقاسمها على صحنين، كفتنا الله يهدينا وياك. ما بتذبح أربع؟ ما هو بهذا قدرك يا أبو عامر، والله يجملني إن شاء الله في هذه وفي غيرها. مرة سموا الله حييكم. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. نفس الذبايح اللي أعطيتهم إياه ذبحوها لنا. أصل لحوم ذا. كفر الله كلاكم. كفر الله خيرك يا أبو مناور. ها وراكم ارسلتكم تغيرت. طلعوا ارسلتكم وشوف، طلعوها. حتى انت لسانك طلعه، لسانك ازرق. حسبي الله عليك، وش ماكلين انتم؟ حبر ولا لحم؟ شوف ها، قسم بالله لحم بلدي بعد. وش لا لحم بلدي؟ ناهس انا غلتك بذجانه. أكيد أنتم تبغوا تأكلوا بلاش. أصلا لو نبغى ناكل ببلاش، ها، حطينا شعر ولا صرصور في الصحن واتهمناكم، عرفت؟ كذا نظامكم. اركضوا يا جماعة، اركضوا يا جماعة. وش رأيك الحين؟ كل ذا لودهم يأكلون ببلاش، كل ذا لا يتسلبون. وش مكلين أنتم؟ وانتوا وش ماكلين؟ دكتور جعفر، ما الذي يحدث بالضبط؟ الخرفان ده مرض جديد مصنف من قبل منظمة الصحة العالمية، وهو بيصيب الخرفان، وبالمناسبة هو عبارة عن فيروس بيصيب اللحوم والشحوم اللي بندسم بيها شواربنا. عشان كده أنا أوجه رسالتي للأخوة المشاهدين الغابعين خلف شاشات التلفزيون، وبقول لهم بطلوا تدسموا شوارب بعض. طب دكتور، وماذا عن بقية المواشي من الإبل والبقر وغيرها؟ سؤال جميل جدا. الخرفان ده بيصيب جميع اللحوم الحمراء غاطبة، عشان كده أنا ما داير لي أي زول يأكل لحوم حمراء. ما تخلوكم على اللحوم البيضة. آي بس هذه والله البلشح، حدنا الله على الدجاج. أقول يا أخو، أبالي خمس دجاجات. خمسة في أربعة خمستاشر. 4800. 4800 غالية يا أخوي، غالية. طارت يا أبويا، بعد ما انقطعت اللحمة صارت الدجاج سعره عالي. تدري عاد
ما دام كذا اجل حطنا بيض. البيض اغلى، الطبق بألف ريال. ليش ليش؟ ليش اصبروا؟ ليش غالية؟ انا حملتوا انتم؟ انا حملوا العالم؟ ما يصير ما يصير يا ابويا. البيض طبيعي هو اللي بيجيب الدجاج، لو جالك بيضة فيها حبتين صفار صار عندك حبتين دجاج. خذي يا مرة هذه أجنحة الدجاج تكفينا لمدة أسبوع إلينا الله يحلها ونوفر حق الدجاجة. جنحان؟ تبينا ناكل جنحان أسبوع؟ وش فيها الجنحان؟ مهبة نعمة؟ ترى شاريها ب350 ريال، مهبة رخيصة. الحين صرت تعرف النعمة والمباطيح اللي كنت عازم ضيوفك عليها يا شيخ الفلس. وشي ها؟ أقول يا مرة اسكتي اسكتي، ترى قافلة والله لا سويت أنت والأرض واحد. تفضل شوفوا يا جماعة، الحين الطبيب حيجي ويشرح لكم طريقة العلاج. وش عندك انت مدعي لسانك؟ عندك احد؟ احس لون لساني عاجبني، ما ابغى ارجع لونه الاصلي، عرفته؟ على اساس ان كل شيء بك زين الحين، ما خرب عليك الا لسانك. يلا مساء الخير يا جماعة. كل واحد بقى يمسك الكوباية اللي قدامه دي ويتغرر بالمحلول اللي فيها وبعدين يبلعه. ممتاز، هنعمل ده بقى لمده 3 ايام وان شاء الله كل حاجه هتبقى زي الفل وتمام التمام. بس من النهارده مفيش حاجه اسمها لحمه مره يا دكتور، ولا حتى ضلع، ولا حتى ضلع خالص، الا في حاله واحده. وشو؟ اذا كان اللحم ده مبرد او مفرزن، ويفضل ان هو يكون اديله 3 4 ايام، ما ينفعش يكون طازه خالص، لان المرض ده انتشر من حوالي 4 ايام بالظبط. يا جماعة فين اللحمة؟ متأكد انها كانت هنا، وين راحت؟ صدقوا صدقوا والله ما خليها لديك. جودوا 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 صدق. هذه تكفينا اسبوع، كل يوم نطبخ منها كبسة ولا مضغوط؟ لا 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 لا، احنا نقطعها صغار ونستخدمها للشوربة وللإدام، بتطول معنا أكثر. خلونا من التقسيم الحين، وش يثبتنا ان كلام الدكتور فعلا صح وان اللحم المفرزن ما يضر؟ معامل اطبخي لك شوي جربه. لا والله انا ماني ماكل، انت جربه. ولا انا. عجيب والله، يعني انت ما بخصم الدكتور؟ انا عندي فكره. كلي يجعلك بالعافيه. ليش تسوي كذا؟ انا دائما اكل في المطبخ. لا بالعكس، انت منا وفينا، بعدين من اليوم ورايح تاكلين زينا على الطاوله. ليش انت ما في اكل؟ احنا شبعانين شبعانين. نو هانجري. ياه تكلم انجليزي. عفا عليه سوفت انجليزي، ايش عرف سنتي؟ ماخذ دوره ب 650. عامر كان السالفه طولت. كولي يا مهري كولي. بابا ليش زعلان؟ لا ماما بابا ما في زعلان، بابا يقول كولي علشان الاكل ما يصير بارد. يلا ماما. لحم لحم حتى. ايوه يلا. ها كويس. يا ليل ما في لسانه. اصبر اصبر. قولي يا ليلى دان يا ليلى دندانه. ليلى ليلى دان ليلى دندانه. لسانه احمر ما في شيء. يس خلاص انتهت المهمه، روحي المطبخ. عجيب ولا؟ انت جايه الدجاجة الله يرحمك ابو عدنان، عز الله انه سابق زمانه. اي والله كنا يوصف وضعنا الحين بالضبط. هذا الغرض اللي طلبته يبا، بس علمني وش تبي فيه؟ يا ابو مناور يا ولد، ابو مناور يا ولد. جاك جاك جاك. يا هلا يا هلا، حي احلى. يلا حي حي الله الشيخ سمحان.
شلونك طيب؟ يا هلا يا هلا ومرحبا. يا هلا يا هلا، نقلط ولا نقعد ليلنا كله؟ يا هلا يا هلا. ها؟ نقلط ولا نقعد؟ الله الله، اقلط اقلط، الله يحييك. يا هلا يا هلا يا هلا.